سنس. يبقى انا قلت دلوقتي لحد دلوقتي عملي فيكسيشن من الاثنين مع بعض. اول حاجه الهيميتس مونوم، ثاني حاجه الويفي بيزمنت ميمبرين. ده البيزمنت ميمبرين في حد ذاته وهو طريقه بتفيكس الاثيليوم مع الكونكتيف تيشو. يعني ايه بيزمنت ميمبرين بيفيكس الاثيليوم مع الكونكتيف تيشو؟ البيزمنت ميمبرين ده هو حته من الكونكتيف تيشو بتثبت الابيثيليوم مع باقي الكونكتيف تيشو. طب وتالت حاجه بتعمل فيكسيشن مخليه الاثنين لازقين في بعض كويس قوي، ده اسمها ايبيديرمال ريج، اللي هي الحته اللي نازله من الابيديرمس مع الكونكتيف تيشو اللي طالع الاثنين مع بعض عاملين فيكسيشن كويس قوي. خلاص دكتور معلش انا بعدين كده دي البابيليا ديرمال بابيليا هي ودي ايبيديرمال ريج. الابيثيليوم اللي نازل الحفره بتاعت الابيثيليوم اسمها ايبيديرمال ريج، والحته من الكونكتيف تيشو اللي طالعه اسمها ديرمال بابيليا. خلاص اوكي تعالوا بقى يا جماعه، انا كل اللي كنت بدرسه ده ايه نوع الابيثيليوم؟ الفيكسين. هو كان موجود في الفيكسين خالص ايه؟ وكمان فين؟ بصوا كده يا جماعه الحته دي جوانب الصوابع بتاعتي انهي نوع من الاسكين؟ انهي نوع؟ فين سكين ولا فيك سكين؟ فيك سكين. وجوانب صوابع رجليا اللي هي التوز بتاعتي نوع انهي نوع من الجلد؟ تخين برضه. يبقى لو انا جيت سالتك العكس بقى، هو الثين سكين اللي انا هبتدي فيه؟ في موجود في الفيس جلوبال البادي اكسنت خالص، والصوت وجوانب الصوابع وجوانب صوابع الرجلين دول كلهم ايه؟ في سكين. اصل كلمه بالك هي الحته دي، كلمه بالك دي لا تشمل دول، وكلمه سول هي بطن الرجل بدون الصوابع. خلاص يبقى انا كمان هزود عليهم كلمه بطن، قالت لي كده الحته دي ازود عليهم دول، دول اسمهم ايه؟ جوانب الصوابع. خلاص وكلمه سول هو بطن رجلك من غير صوابعها. في الصوابع عندي حته يا جماعه برضو ايه الجوانب كمان دي. خلاص طيب لو جيت قلت لك كده ده اماكن السكين، ارفع حته فيها سكين في جلدنا فين سكين فين؟ شايف ده ارق جلد موجود عندنا هو ده اوكي الجلد بتاع الاي لاين. كل دي اسئله لما احب اسالك فيها ام سي كيو، اقول لك ارفع جلد موجود فيها عندنا في جسمنا فين وتقول لي هنا. لو جيت سالتك كده قارن لي ما بين التيك سكين والتيك سكين، قارن ما بينهم، قارنوا ما بينهم، قارنوا ما بينهم. مين اللي موجود في البطن والسول؟ والتاني اوبر البطن. مين اللي فيه هير فوليكلز وسبيشيس جلاندز والسكين؟ اكيد في حد طالع هنا شعر، طالع هنا غدد دهنيه، انتوا عارفين دي اللي هنغلط فيها. كلنا مقتنعين هنا ما يطلعلناش شعر، لكن في بعض الاخوه الافاضل عندها فكر منحرف ان هنا ممكن يطلع لك غدد دهنيه. بصوا انا قلت اهو هتيجي في امتحان الام اس كيو هيحط لك حاجات التيك سكين كونتيننج اول اوف ذا فولوينج اكسبت، وهيحط هير فولكلز، وهيحط سبيشال جلاند، وهيحط سبايك جلاند. كلنا مقتنعين خلاص 100%، بس ده مجنون اللي هيكتب ان هنا بيطلع له شعر، يعني كلنا مقتنعين. لكن هنيجي عند الحته بتاعت السبيشال جلاند هتلاقي في بينا اختلافات جوهريه، يعني في واحد مخه عائق وفي ناس لا لسه عندها اعتقاد ان ممكن يطلع له غدد دهنيه هنا. في؟ بس مش هي لكن هي نعم؟ مش هي المقصود بقى في التكس كده ان هي ماني سبايك جلاند؟ انا ما قلتش انا بقول سبيشيس جلاند خلاص. لكن طب لو ما نيجي للسويت جلاند، السويت جلاند موجوده في اي نوع من الجلد؟ الاثنين عندهم سويت جلاند. ده بالعكس الثيك سكين ده عنده نوع كتير من عنده واحده كتيره سويت جلاند كتير اوكي. طب لو جيت سالت حضرتك كده تيجي تقول لي مين طبقاته اتخن؟ السكين الثيك سكين اكتر ولا الثين سكين اكتر؟ ما هو اسمه كده تخين. مين اللي عليه كيراتين اكتر؟ الثيك سكين. الكيراتين كان اسمه ايه؟ هورني لير. كان اسمه ايه؟ هورني لير. يبقى مين اللي عنده هورني لير تخينه؟ الثيك سكين اوكي؟ فاكرين طبقات السكين يا جماعه؟ اول طبقه دي من الجلد اللي هي تشمل البيزل لير والخلايا دي كان اسمها ايه؟ مالبيجيال لير. مين اللي عنده مالبيجيال لير تخينه؟ الثيك سكين. مين عنده كلير لير تخينه؟ الثيك سكين. مين اللي عنده جرانيولر لير تخينه؟ الثيك سكين. مين اللي ما عندهوش كل الحاجات دي كلها رفيعه؟ الثيك سكين كله رفيع. ده بالعكس يا جماعه الثيك سكين عنده كمان حاجه كان اسمها كلير لير مش موجوده في الثين سكين خالص. يبقى لما انا اقارن الاثنين مع بعض اكتب ايه؟
السكس كان عنده كل حاجة والثين سكين يا عيني ما عندهوش حاجة. السكس كان عنده سواد جلاند بكمية كبيرة أما الثين سكين ما عندهوش عنده سواد جلاند بس بكمية قليلة. آخر حاجة يا جماعة الحاجة اللي بيتفرغ بيها الثين سكين بكمية كبيرة سبيشيس جلاند وإيه وهي الفقوس. أوكي اتفقنا؟ عمرو مبقاش كلام بقى عشان نخلص أنا عندي امتحان في الكلية دلوقتي لازم أمشي. أوكي فأنا عايز أكرويتكم بقدر المستطاع. نبتدي بقى يا جماعة ملحقات الجلد عشان فاهم حضرتك النوتس مكتوبه ازاي. حضرتك هتلاقي اول حاجه هي ايه الحاجات اللي في الجلد بتاعتنا. احنا كده خلصنا الاسكين ايبيدرمس وديرمس. ناقص لنا ناخد الحاجات الملحقه بالجلد اللي هي الهير فوليكلز سبيشيس جلاندز سوات جلاند ضوافرك. الضوافر دي من ملحقات الجلد. تخيل ان ضفرك ده عباره عن ايبيثيليوم اللي انت شايفه ده. بس الايبيثيليوم شكله عامل ازاي؟ كيراتينايزد هايلي كيراتينايزد ايبيثيليوم. تخيل يبقى دي ملحقات السكين بتاعتي ضوافر وشعر وسوات جلاند وسبيشيس جلاند. احنا هنبتدي الاول ندرس السوات جلاند وسبيشيس جلاند وبعدين هنخلي الهير فوليكلز للاخر والنيل. بصوا بقى يا جماعه بالنسبه للنوتس مكتوبه كالتالي. الهير هتلاقي مكتوب الكلام ده definition of the hair والstructure بتاع الهير. في بعض الاخوه الافاضل منكم يكتفوا بهذا القدر بس هو ده اللي هيذاكروه من الهير لانه دايما كل سنه بيجي يتلغي الهير والنيل. بس بتقول لكم دكتوره ايمان في المحاضره اعرفوا يعني ايه بس كلمه هير والغلاف بتاع الشعر عباره عن ايه. ففي ناس هتكتفي بده ده اللي كنت كاتباه في النوتس القديمه. بس في بعض الاخوه الافاضل ما يفضلوش كده يفضلوا ياخدوا كل حاجه على حق ربنا. قوم لو انت مش عاجبك دول في الهير تقلب الصفحه هتلاقيني كاتبه من اول وجديد ستراكشر اوف هير. ده بتبقى في قد ايه؟ في صفحه ونص. ده للناس اللي هتتمعمق في المعميق تاخد الصفحه دي وتاخد كمان معاهم ايه؟ النص صفحه دي. دي زي كتاب. اوكي؟ ده المختصر. لو نفس حضرتك انت بتاع المختصر. طب انا هشرح ايه؟ لا هي حصل لما عرفت دكتورة إيمان كل سنة هتقول نكتفي بالهير حتة صغنونة. أنا كتبته كله عشان يبقى في النوتس كاملة. أخ حسام حسيت الضوئية أخت نهى أنا هقول لحضرتك حاجة. أنا لما أجي أشرح أشرح الكبير وأنت تذاكر الصغنونة. إيه رأيكم في الفكرة دي؟ أبقى أنا شرحت كل حاجة. طب أما بالنسبة للنيل، نيل إيه اللي إحنا هنضيع فيه ده وقتنا ده؟ مش هشرح النيل إلا لما تقول فعلا إنه مش معنى لأن كل سنة هي بتقول لك خد نبذة عن الشعر وسيبك من الضوافر. خلاص؟ دول تسيبها للناس بتوع المانيكير والمانيكير والحاجات اللي هي الحلوة، مالهاش إحنا دعوة. نعم؟ يعني إشمعنى تقول لا بس إحنا هنعمل إيه بالنيل؟ نيل إيه اللي هنقعد نضيع فيه وقتنا؟ ما علينا. لو قالت النيل هقول في الآخر ربع نص الصفحة دي في الآخر بشرح. اوكي انا هبتدي دلوقتي باللي لازم نمتحن فيهم سبيش بلانت وسواد بلانت. ممكن يا جماعه تدوني ربع ساعه كلامكم وروح انتوا نص ده حقيقي ده الكلام ده ممكن يحصل حقيقي ده انا كروت ونمشي يلا لسه شوف كروته بجد ايه لسه شوف كروته بجد كل مره بيتكروت بنمشي الساعه 8 ايه بصوا يا جماعه بصوا يا عيال بصوا يا عيال انتوا عيال اخ ايمن حضرتك ايمن انت ايه انت ايمن انت اللي خدته طيب انا معرفش بقى هم اتلخبطوني بصوا يا عيال دي الشعرايه قالوا ده الجدر بتاع الشعرايه الفوليكل بتاعت الهير اوكي اصلا مش هسمع انا ما طلعتش الداتش لان مش ناوي اخليكم تذاكروا الشعرايه من شكل الرسمه المكعبه المكعبات دي انا هرسم رسمه كده رومانتيكيه للهير هي دي اللي هنذاكر منها خلاص دي الهير اوكي بصوا كده يا جماعه في عضله بتلزق كده نوعها مش مصر بتلزق لي كده ما بين البابيلاري لير بتاعت السكين وماسكه في الشعر الهير فوليكل بتاعتنا كده العضلات دي دي نوع اسمه مصر اسمها إيركتور بيني مصر اسمها ايه؟ إيركتور بيني يعني ايه كلمة إيركتور بيني؟ كلمة إيركتور يعني بتعمل إيركشن للجلد للشعر ان انت لما تخاف تلاقي
شعرك ديك وقف او شعر راسك وقف او شعر جسمك وقف شعرك وقف خلاص الشعر ده يا جماعه لما يقف فوق الجلد يسموا ده ايركشن للهير بتاعك ويسموا المصل اللي بتعمل كده ايركتور بيني الاتاتشمنت بتاعت الايركتور بيني ما بين ايه وايه الحته دي كنا بنسميها ايه مثل ديرمس اوف ذا سكين بابيلاري لاير ودي ماسكه في الشعرايه كده خلاص اللي هو بيسموه الجلد بتاعنا لما يقشعر كده اوكي طب لو انا جيت قلت لك دي عضله نوعها ايه سكيلتون ولا سموث ماسل سموث ماسل طب تعالوا بقى شايفين في الحته دي في الخندق ده محشور ما بينهم غده اهي اسمها ايه الغده دي يا جماعه الغده دي سيبيشس جلاند اوكي شكلها ايه تعالوا بقى نوصفها شكلها ايه السبيشس جلاند دول لو انا رسمت لك كده دي ضغط دي ضغط اسمي الجلاند دي ايه سيمبل ولا كومباوند طب لو رسمت السكريتوري بارت كده اسميها ايه سيمبل الفيلر اسميها ايه طب بص كده لو رسمت السكريتوري بارت كده اسميها ايه سيمبل برانش الفيلر يبقى دي اسميها ايه طب ودي ده برانش في يا اما تبقى سيمبل يا اما تبقى ايه برانش الفيلر احنا خدنا سيمبل برانش الفيلر دي في سيمبل او برانش دي البتاعه دي هنكبرها شويه عشان نعرف نشرح عليها
اسمها ستيم سيلز. ستيم سيلز انتوا عارفين يا جماعه الخلايا الفلات اللي موجوده على البريفري، نعم دي اسمها ستيم سيلز. الخلايا دي كل شويه تنقسم بالميتوزيس وتدي الخلايا اللي في السنتر. الخلايا اللي في النص دول اسمهم السنترال سيلز. دول السنترال سيلز دول هم دول الخلايا كبيره موجوده في السنتر بتاع الجلاند، دول هم اللي مليانين بالاويلي سيكريشن اللي اسمه سيبم. طب دول لما يجوا يطلعوا سيكريشن يحصل لهم حاجه غريبه جدا، كل الخلايا تتكسر وهي بتطلع سيكريشن بالاورجانيز، كل حاجه تنفجر والسيكريشن يطلع كده في اليومن انكلودنج مع كل الخلايا. طب اسمي جلاند بتفرقع الخلايا بتاعتها وهي بتطلع سيكريشن اسمها هولوكرانيوم. اسمها ايه؟ هولوكرانيوم. ايه اللي بيخليها تفرقع؟ لايزوزايم، لايزوزومز، اكشن اوف لايزوزومز. اللايزوزوم بتخلي الخليه تفرقع، والخليه دي بتحوش جواها ايه؟ اريجين. سيكريشن او اويلي سيكريشن. فلما الخليه تفرقع بالاكشن اوف لايزوزومز كل السيكريشن بتطلع. الخليه نفسها اتحطمت، نجيب بدلها منين؟ من الستام سيل. الستام سيل تنقسم بالميتوزيس، تديني خلايا. الاول الخلايا تبدا صغيره وبعدين تبتدي الخلايا تاكيوميليت جواها فات 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 نفل، وبعدين تكبر تبقى خلايا كبيره، وبعدين تنفجر. تنفجر ازاي؟ يقولوا ده غالبا اكشن اوف لايزوزوم، تطلع سبيشال سيكريشن والخليه تختفي. نجيب غيرها تاني منين؟ من هنا. اوكي. طب الضغط بتاعتنا اللايننج ابيثيليوم هي الضغط بتفتح فين؟ ان ريليشن لفين؟ للهير، في الابر وان ثيرد اوف ذا هير. لو جيت قلت لك ان دلوقتي هتعرف ان الهير ده هو كمان متغطي بستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، لو يبقى اقول لك كده يبقى الضغط بتاعتنا اللايننج ابيثيليوم بتاعها زي الهير اللي هتفتح فيه، يبقى هو كمان ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نون كيراتينايز، عشان ما نغلطش فيها في الامتحان. بتفتح في الش... في ال... في الحته في الجنب بتاعت الشعرايه اسمها الروت اوف ذا هير. خلاص؟ طب يبقى لو جيت سالتك كده، لو انا قلت لك كده نقولها بسرعه عشان نسيبها، البتاع دي معموله من ايه؟ دول ستام سيلز ودول الخلايا اللي كونتيننج الاويلي سكريشن. طريقه السكريشن ايه؟ هولوكرايم. ازاي؟ لايزوزوم وتطلع سبيشال سكريشن. طب بعد ما يتكسر واجيب من غير منين؟ من الستام سيل. طب الضغط اللايننج بتاعها ايه؟ ويز ليه؟ اصل هتفتح فين؟ ريليشن للهير، والهير بتاعنا عليه ولا في ستراتيفايد سكويز. اوكي اتفقنا؟ طب لو جيت سالت حضرتك سؤال تاني محرج جدا، هو ايه فايده الاويلي سكريشن اللي بتطلعه؟ طري شعري. الله، طري لي جلدي. انتوا عارفين يا جماعه الناس اللي عندهم كميه قليله من الاويلي سكريشن بيقول لك ان بيعجزوا بسرعه. ليه؟ بشرتهم بتبقى شديده الجفاف وجلدهم وشعرهم بيتكسر ويقع. ليه؟ الاويلي سكريشن ده مهم ان يدي نعومه للبشره ويدي نعومه للشعر، ده الاويل الطبيعي اللي ربنا عامله لنا. خلاص؟ ولا تقولي بقى كراتين ولا ايزوتروبين، هو ده اللي ربنا عامله له مديله منه طبيعي، شغال حلو قوي، شغال زي الفل. خلاص؟ طب لو جيت سالت حضرتك كده هو ده فايدته الوحيده نطري شعرنا ونطري وشنا ونطري؟ لا. امال ايه الفايده بتاعت الثانيه؟ ده ليه انتي فانجل وانتي بكتيريال اكشن. يعني تخيل الكريم ده مش زي اي كريم، تخيل ان انت لو حطيت اي كريم مهما كانت نوعه ممكن يعمل لك بكتيريال انفكشن على وشك، لان البكتيريا بتتجمع على الحاجات دي الاويلي، دايما البكتيريا تيجي على حاجه اويلي. لكن تخيل الكريم بتاع ربنا الطبيعي ده كمان فيه مواد مضاده للبكتيريا وللفانجاي. يبقى مين اللي ربنا بقى مديله حاجه حلوه؟ اللي هو مديله كميه الاويل ده مظبوطه قوي. خلاص؟ طب يا جماعه تعرفوا الناس بيجي لهم حاجه اسمها اكني، حبوب الشباب. حب الشباب ده عباره عن ايه؟ عباره عن البالونه دي جت تسدد. تسدد بايه؟ ناس ما بتغسلش وشها خالص. او بياكلوا ليمون كتير. استنى هقول لك، ناس ما بتغسلش وشها بس مهما كان ليمون كتير لازم الضغط تتسدد قوي. خلاص؟ الضغط دي تسدد نتيجه اي حاجه. يا ناس بتحط حاجات كتير على وشها، كريمات طول الليل والنهار عماله تسيح حاجات على بشرتها، يا ما بيغسلوش وشهم خالص. اوكي؟ يا اما بيستخدموا حاجات مش كويسه، يعني اقل شويه في الجوده. الحاجات دي كلها ممكن تسدد الضغط دي. الضغط دي يا جماعه لو اتسدد
البلاسيبو هو بتطلع اويلي سكريشن تفضل مليانه بالاويل. الاويل في مكان مسدود مقفول يتجمع جوه البكتيريا، اي بكتيريا جوه هو طبيعي انتي بكتيريا، لكن لما يتجمع في مكان مكتوب مقفول تبتدي البكتيريا دي تنشط قوي وتبتدي البكتيريا دي تعمل لي بس سكريشن، يعني تعمل بكتيريا انفكشن. البالونه دي تبتدي تنتفخ والحته دي من الجلد تبتدي البالونه دي تكبر وتبتدي الحته من الجلد دي تعمل لي اللي هي المنظر اللي انا بشوفه اللي اسمه الاكل. اوكي يبقى الاكل ده هو عباره عن ايه؟ انفكتد سبيشيز جلاند. انتوا عارفين هي ايه العلاج؟ ان يا جماعه اخلي البتاعه دي على طول مش مقفوله، ان لازم اخليها مفتوحه ونظيفه. اخليها مفتوحه ونظيفه ازاي؟ ان على طول الوش يتغسل الراجل اوكي بطريقه كويسه ونظيفه ما يتسبش عليه الحاجات اللي بتسد، هو ده اللي يقول لك سدت المسام وسدت البتاع، هو ده ما يتسبش. اوكي تاني حاجه يا جماعه، في ناس ما بيكتفوش بهذا القدر، لا لازم عندهم الضغط دي بتتقفل اوكي، لانها ممكن في بعض الناس عندهم الضغط اوريدي ضيق اقل حاجه بتقفلها، فلازم في الحاله دي بياخدوا مضاد حيوي انتي بايوتيك. الانتي بايوتيك ده يا اما بياخدوه اورال يا اما بياخدوه لوكال. لوكال عشان حتى لو الضغط دي تسدد البكتيريا اللي جوه دي ما تنموش، يا اما ياخدوه اورال عشان حتى يوصل لهم عن طريق الدم لو الضغط مقفوله خالص ومش عارفين نوصل حاجه جوه. في ناس بقى ما بينفعش معاهم كل الكلام ده، لازم يعملوا سكراب للجلد، يفتح خالص البتاعه دي ويوسعها وينظف المكان ده كله وتبتدي من اول وجديد تعمل جلاند نظيفه. خلاص؟ دي البتاعة النيله دي خلصنا منها. تعالوا بقى ناخد واحده ثانيه اسمها سوات جلاند. عندنا كام نوع من السوات جلاند يا جماعه؟ لا يا عيال عايزين ناخد. عندنا كام نوع من السوات جلاند؟ اثنين. وإيكراين أو ميروكراين. ميروكراين هو الاسم الثاني لإيكراين، اكتب عشان انت مش فاكر من السنة اللي فاتت. إيكراين اسمها الثاني ميروكراين. إيكراين مكتوبة؟ طب خلاص اوكي. نوعها ايه السواد جلاند؟ نوعها ايه؟ سيمبل كويلد تيوب. اهي. يعني ايه سيمبل كولد تيوبيلر؟ سيمبل يعني سنجل دكت، ويعني ايه تيوبيلر؟ يعني سكريتوري بارت لايك تيوبيول. يعني ايه كولد؟ يعني ملفوف على بعض. ما خدناش ولا حاجه النوع ده، ما خدناش سيمبل كولد تيوبيلر. دي موديفايد صح سواد بلاند، بس بيعتبر ما كنت لسه اقول سيريوميلس ما هياش حاجه سبيشال، ده هي موديفايد سواد بلاند. لا مش بتبقى رانش خلاص، ما خدناش النوع ده خالص خالص. احنا فاكرين لو فاكرين في الايل خدنا سيريومينز جلاند اللي بتطلع سيريوم، دي ما هياش حاجه مختلفه، هي سواد جلاند وخدناها ساعتها موديفايد سواد جلاند. اوكي يبقى المنظر ده ما بنشوفش غير في حته واحده في السواد جلاند بس، في كل انواع الموديفيكيشنز بتاعتها. طب تعالوا بقى كده يا جماعه ناخد بقى البتاع دي. عمرو عايز اخلص. في نوعين من السواد جلاند، نوع اسمه ميروكراين ونوع اسمه ابوكراين. يعني ايه ميروكراين ويعني ايه ابوكراين؟ لو انا قلت لك ده السكريتوري بارت بتاعت الجلاند، انا رسم لك حاجه كده ودول الخلايا اللي عامله له لاين كده بالمنظر ده. لو انا جيت قلت لك ان السيلز دول السكريشن بتاعتهم بتطلع كده من غير اي حاجه من غير اي مشكله، اسمي الجلاند دي ميروكراين او ايكراين. طب لو قلت لك السكريشن وهي بتطلع بتاخد الايبكس اوف ذا سيل وتطلع بيها، يعني الايبكس اوف ذا سيل بتاتش ذا سكريشن، الاقي الحته الفوقانيه من الخليه اتخلعت كده والسكريشن بتطلع، اسمي دي ابوكراين. اسميها ايه؟ ابوكراين. على فكره السويت جلاند غلسه جدا في مذاكرتها، عايزه تتفهم بطريقه معينه عشان تعرف تذاكرها. الاقي فين ميروكراين؟ كل جسم كله ميروكراين. يبقى اشهر نوع اسمه ايه؟ ميروكراين او ايكراين. واكتر في الجلد ده اللي هو فيك سكين بتاع البالم والصور، اكتر نوع اكتر مكان موجود فيه ميروكراين جلاند. طب ما الابوكراين موجودين فين؟ موجودين في السكشوال اريا. زي ايه سكشوال او سكس اريا؟ هما ايه؟ اكزيلا، في البيري انال ريجن،
around the area of the nipple كل دول بيسموهم sexual areas. دول النوع اللي فيه نوع من السوات جلاند اسمها ايه؟ apocrine. اسمها ايه؟ apocrine. مين اكبر؟ مين اوسع في اليومن؟ الابوكراين اكبر واوسع وادخن واجمل واحسن كله. الابوكراين هي الكبيرة. يبقى في امتحان الداتا شو لما جيب لك صور جلاند واقول لك هندفرنشيت ازاي او نفرق ما بينهم ازاي؟ ان الكبيرة وليها اليومن واسع تبقى الابوكراين. طب الصغننة اللي ليها اليومن ضيق تبقى الايه؟ الميروكراين. يبقى الميروكراين دي جلاند اللي انت العادية العرقية العادية اللي على جلدك هنا. اللي على سطح جلدك كده. كل جلدك ده اللي بيعرق. اللي عم طالب. كل دول اسمهم ايه؟ نيروكراين. اما الابوكراين اللي موجودين فين؟ في السكشوال ايريز. طب بصوا كده يا جماعه عايزين بقى نذاكرهم. صعبين؟ طب دكتور حضرتك قلت معلش عشان توقف كده، يعني هو الابوكراين بياخد انهي جزء؟ هو الايبكس بتاعت السيل وهي بتطلع مع السكريشن. اما النيروكراين الخلايا ما بتعملها ما بيطلعش منها حاجه خالص مع السكريشن. بصوا كده يا جماعه عشان اذاكر السيلز. ادي الجلاند اهي. في two types of cells عاملة lining the secretory part of the gland. أنا دلوقتي بتكلم على مين؟ secretory part اللي هو ده. خدت أهو كبرتهولي. بص كده. على فكرة صعبة قوي في المذاكرة. صعبة وغلسة. وعارفين الغلسة بتاعتها جاية منين؟ إن هي مش مفهومة. لا ما مش مسألة تحفظها، ما اللي بيحفظ حاجة بيدخل الامتحان ما بيفتكرش حاجة. بصوا يا جماعة معمولة من two types of cells. تي المثلث ده خلايا فاتحة tail cell. طب والمثلث ده dark cells. يبقى هي معمولة من tail cells وخلايا ايه؟ dark. عايزين نعرف البيل بيل ليه والدارك دارك ليه ومين شكلها ايه ومين اكتر من مين. نمسكهم كده. دول بيل شكلهم عاملين ازاي؟ البيل البيز بتاعتهم شكلها ايه؟ واسعه. والايبكس بتاعتهم نايم. طب وتعالوا للدارك البيز بتاعتهم نارو والايبكس بتاعتهم واسعه. ده الايبكس بتاعت الخليه. يعني هم راكبين كمثلثين. مثلث القاعدة بتاعته عريضة وراسه كده دي اسمها البيز بتاعت اي خلية ودي اسمها الايبكس. يبقى دي البيز بتاعتها رفيعة قوي والايبكس بتاعتها ايه؟ كبيرة قوي. دي بين لان containing glycogen بيبان فاكيوليتد وانا بحضر الساشة. دي بتبان دارك لان containing granules الجرانيولز دي جواها glycoprotein material بكمية كبيرة عالية البروتين content فيها بروتين بكمية كبيرة. يبقى ليه دي ليه فين؟ جلايكوجين بيدوم وانا بحضر السكشن. طب وليه دي دارك؟ لانه كونتين جلايكوبروتين ماتيريالز. والجلايكوبروتين ماتيريال موجود في صوره جرانيولز. خلاص؟ طب نبتدي بقى نسال حضرتك سؤال تاني. انا عرفت التين فين ليه والدارك ليه وشكلهم ايه؟ لما اجي احطهم في السواد جلاند تفتكر مين عددهم اكتر؟ التيل اكتر ولا الدارك اكتر؟ تيل اكتر. ما احنا نتفق هما بنعرف بيعملوا ايه فحضرتك تقدر تخمن بيعملوا ايه. تخيل البيل سيل دي لو عندها رغم ان الكتاب مش كاتب كاركترز اوف ايون ترانسبورتنج سيلز. يعني ايه؟ لو انا عندي جنبي السوات جلاند بتاعتي بلاد فيسل كده تاخد منه ايونات زي الصوديوم والكلورايد وتعمل لهم بامبنج في اليومن هنا. ومين اللي يمشي وراهم؟ الميه. فلما هعمل بامبنج ميكانيزم يبقى ده يا جماعه تركيب مين؟ ما ده تركيب العرق. صوديوم وكلورايد وميه ده تركيب الايه؟ العرق. طب ما التانية دي بتعمل ايه في العرق؟ بتحط له شويه بروتين. وانت سمعت ان العرق بتاعك فيه بروتين ولا البروتين بتاعه قليل؟ قليل جدا. وفي حاجه اسمها بروتين في العرق؟ في بس كميته ايه؟ قليله. يبقى مين اللي بتعمل المين فانكشن بتاعت السوات سيركيليشن؟ التيل. عن طريق ايه بتعمل ايه؟ pumping ميكانيزم. خلاص؟ يبقى لو جيت سالتك مين اكتر عددا؟ تفتكر مين؟ انتوا متخيلين ان ما اكتشفوش ان في حاجه اسمها دارك سيلز لانهم فيري فيو الا لما اخترعوا الميكروسكوب الالكتروني عرفوا يشوفوا ان ما بين الخلايا التيل في دارك شويه سيلز. وفي ناس بيقول لك لا ده الدارك سيلز دول ما بيتشافوش غير فين وفين.
فين. يبقى لو انا حطيت احط مين اكتر؟ فين. احط مين اكتر؟ فين. لو جيت سالتك هو تركيب العرق بتاعك عباره عن ايه؟ صوديوم كلورايد ميه وامونيا مش عارف، وطبعا الويست برودكت كلها اللي طالعه في العرق. خلاص ده العرق اللي موجود على سطح الجسم بتاعي. امال العرق اللي موجود في الاكزيلري ريجن والبيري انال ريجن ده تركيبه مختلف في ايه؟ هو هو بس مور ميلكي اتقل شويه، بيقولوا ان البروتين كونتنت بتاعته اكتر شويه. يعني معنى كده ان عدد الدارك سيلز في الحته دي ايه؟ اكتر شويه. طب هو ليه اودر ولا ملهوش؟ ملهوش. العرق في كل الاحوال في اي حته من جسمي ملهوش ريحه. امال السكشوال اريا دي اكوايرد اودر منين؟ من الاكشن اوف بكتيريا. طب ليه؟ هي البكتيريا بتشتغل احسن في حته مفتوحه زي كده ولا حتت مقفوله زي الاكزيلا؟ مقفوله اكيد. عشان كده يا جماعه هو في كل الاحوال سواء العرق اللي فيه بروتين كتير اللي هو موجود في الاكزيلري ريجن او العرق اللي من غير بروتين او البروتين بتاعه قليل اللي موجود على سطح جلدي اودرلس بس بيأكواير اتس اودر من الاكشن اوف ايه؟ بكتيريا. خلاص؟ طيب بالنسبه لل يا جماعه ده تركيب مين؟ السكريتوري بارت. بيقال انه لما جم يستخدموا الميكروسكوب الالكتروني وجدوا ما بين الخلايا البيل وبعضيها، لو انا رسمت لك خليتين بيل كده، وجدوا ما بين الخلايا البيل وبعضيها في النص ما بينهم هنا في قنوات اسمها ايه القنوات دي؟ انتر سيلولر كاناليكيولاي. اسمها ايه؟ خدناها فين؟ في السيلولر سيلولر. فين كمان؟ فيو في النيوكس. وخدناها فين كمان؟ في البنكرياس. يبقى ده المكان التالت. يقول لك انتر سيلولر كاناليكيولاي كانت موجوده فين؟ في الاسيناي. خدناها في الكراتين زمان وفي البنكرياس واحنا لما كنا صغننين. فاكرين لما كنا صغننين بنيجي هنا؟ كنا بناخد ان في ما بين الخليه والثانيه قناه ضيقه تسمى انتر سيلولر كاناليكيولاي. خدنا فين الانترا سيلولر كاناليكيولاي؟ خلي بالك في فرق. دي اسمها ايه؟ انتر سيلولر والثانيه ده هيجيلكوا احنا لعبه في الام اس كيو. هيجي يقول لك all of the following contain انتر سيلولر كاناليكيولاي اكسبت، ويروح حاطط سوايت بلاند، هيروح حاطط سيريس اسيناين، بنكرياتيك اسيناين، اوكزنتيك سيلز. هي الوحيده اللي ما عندهاش انتر سيلولر لكن عندها ايه؟ انترا. هي دي ما بين البين وبين بس. ما بين البين وبين بس. لو جيت سالت حضرتك كده مكتوبه مكتوبه. لو جيت سالت حضرتك كده انا خدت نوعين من السويت جلاند، ايه هما؟ ميروكراين وانبوكراين. هنفتكر كده الابوكراين هي الادرينرجيك والثانيه كولينرجيك نيرف سبلاي. يبقى دي بيجي لها ايه؟ الايه مع الايه. نفتكر كده الابوكراين هي الادرينرجيك نيرف سبلاي. طب والثانيه كولينرجيك نيرف سبلاي. طب ناقص لي حاجه واحده بس سكريتوري بارت. تعالوا ناخد الضغط. هي الضغط بتفتح فين؟ ما استنى انا عندي نوعين من السويت جلاند. يا اما السويت بلاند دي ريليتد لهير فوليكلز لان هي موجوده في النوع من الثين سكين، يا اما نوت ريليتد لهير فوليكلز زي هنا. يعني يا اما هنا يا اما هنا. لو عندي سويت بلاند موجوده في الجلد اللي هو فيه شعر يبقى هتفتح ان ريليشن للشعر. طب لو في الجلد اللي ما فيهوش شعر بتفتح على السطح خالص فوق في الابيدرمس. ايه لو انا هي موجوده في نوعين من الجلد، يا هنا يا هنا. لو هي موجودة in relation لشعر بتفتح فين؟ in relation للشعر. طب لو موجودة not in relation لشعر بتفتح فين؟ على السطح بتاعت الجلد خالص. هو مين الأكتر الأماكن اللي فيها اللي هنلاقي فيها شعر أكتر؟ اللي هم بتوع مين؟ apocrine gland اللي هم زي الموجودين في الأكزيلا وزي موجودين في الباري in relation دول بيفتحوا in relation للهير فولكلز. أوكي؟ طب بصوا كده لو فتحت على السطح تفتح فين؟ أصل دي صعبة قوي في الفيلم بتاعها. بص كده ادي الجلاند اهي. وده السكريتوري بارت. شايف الجلاند؟ دي الضغط. وده السكريتوري بارت. الجزء من الضغط اللي بيبقى ماشي هيفتح فوق كده هنا. هيبقى ماشي فعلا ضغط ونشوفها ما بين خلايا الابيدرمس. قال لك لا مفيش ضغط. امال هي بتفتح ايه؟ كاوبننج كده ما بين خلايا الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم.
يبقى انا هلاقي حته فاتحه كده ما بين خلايا الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليا. واحد يقول لي وايه الخرم ده ويقع فيه ايه والبتاع ده، مفيش لا خرم ولا بتاع، دي حاجات بتتقاس اقل من المايكرو. يبقى الفتحات دي حاجه صغيره جدا ما بين خلايا الابيثيليا. لا ده قليل قوي لان هو اوسع، الضغط بتاعته اوسع قوي. خلاص يبقى كده يا جماعه الضغط دي ايه؟ اهي شفتوا معموله ازاي؟ لما بتفتح ما بين خلايا الابيثيليوم ما بيبقاش ليها وول، هي فتحه ما بين الاستراتيفايد سكويمس الابيثيليوم بتاع الجلد عادي. بكره الضغط هو الابوكراين والميلوكراين. اه بصي الجدول ده مكتوب ازاي يا جماعه؟ عشان هي كاتبه لارج كلير سيلز اللي هم لايت وسمول دارك سيلز. الاثنين دول هنا وهنا يعني معناه ان موجودين ذا تو تايبس اوف سيكريتوري سيلز في الاثنين. بقيه الجدول ده يا جماعه كده ماشي بتاع الضغط، بس المره دي الضغط كاتبها هنا في النوع ده والضغط دي كاتبها في النوع ده. قصده كده يعني كاتب اول واحده سبايرال كورس في الديرمس والابيديرمس واوبن ان ذا ابيديرمس لايند باي تو ليز اوف كيبويدال سيلز ان ابيديرمس جاست سبيس بتوين ابيديرمال سيلز. ده في النوع الاولاني. طب والنوع الثاني سبايرال كورس وبتفتح ان ريليشن للهير فولكل ما عدا التو سيلز موجوده في الاثنين. خلاص نسينا نقول يا جماعه ناقص حاجه واحده بس. حوالين الخلايا دي ممكن الاقي في الاخر بره هنا ايه؟ مايو ابيثيليال سيلز بتعمل لهم كونتراكشن. اوكي؟ طب الضغط بقيتها اللي هي مش ماشيه وفاتحه على السطح بقيت الضغط اللايننج بتاعها ايه؟ تو ليرز من الكيوبيكال سيلز او الكيبويدال سيلز. الضغط بتاعتها تو ليرز من الكيوبيكال سيلز او الكيبويدال سيلز. اصل دي يا جماعه كاركتر هتعرفني الضغط من السكريتوري بارت لما نيجي في التالتة شغل. هعرف منين الضغط؟ من السكريتوري بارت، لان هنا لو انا جيت خدت سكشن كده هيطلع لي ده كوره، ولو جيت خدت السكشن هنا هيطلع لي كوره، هعرف دي منين؟ دول منين هعرف؟ من اللايننج ابيثيليوم. لو لقيته تو لايرز من الكيوبيكال نيوكلياي في الداتا شو دي غالبا هتبقى الضغط بتاعتها. اوكي؟ خلاص؟ هو كده لما بيفتح الاستراتيفايد سكويمس بتفتح الاستراتيفايد سكويمس من غير اوبن، هي نفسها ما بين الخلايا. اوكي؟ اخر حاجه بقى عبارة عن ايه؟ هارد كاركتر. كل ما كانت كمية الكيراتين
وكل ما كان هارد كرياتين في الشعر كل ما كانت الشعر بتاعتك تقيلة وحلوة وسميكة. وكل ما كانت السبيشيز جلاند اللي جنبيه عمالة تغذيها بأويل كل ما كانت الشعراية لامعة. يبقى الكرياتين بيدي الشعر بتاعتي ايه؟ القوة والمتانة والسمك. ومين اللي بيديها اللمعة؟ الأويلي سيكريشن. يبقى مين اللي عنده شعر حلو قوي؟ اللي عنده هارد كيراتين حلو جدا واللي عنده كمان السكريشن بتاعت السبيشن سكريشن مخليها من عينيه. خلاص كده؟ طيب لو انا جيت قلت لك الشعرايه بتاعتي هي نفسها عباره عن ايه؟ خلايا ابيثيليال. خلايا ايه؟ ابيثيليال سيلز. يا اما جواها سوفت كيراتين يا اما جواها ايه؟ هارد كيراتين. خلاص؟ المضله معموله من انهي نوع من الكيراتين؟ طب والكورتكس والكيوتيكل هارد كيراتين. ده بيقول لك مش بس كده، ده شوف طبقه الكيوتيكل. هو ليه ربنا عامل لنا طبقتين من الهارد كيراتين؟ ليه؟ اقوى. ده بص بقى طبقه الكيوتيكل دي بيقول لك الخلايا بتاعتها ارينجد بطريقه سبيشال، حتى بيوصفوها في الكتب عامله زي قوالب الطوب كده. انت لما تيجي ترص قوالب الطوب بترصها ازاي؟ حط قالب كده وقالب والقالب التاني ما بينهم كده. خلاص؟ بيقول لك الخلايا بتاعت الكيوتيكل ليها سبيشال ارينجمنت. عشان اخلص بس، ليها سبيشال ارينجمنت. هو بيقول لك ده اللي بيمنع الشعر بتاعك ان هي تتكسر او تتقصف او تبوظ. الناس اللي عندهم الخلايا بتاعت الكيوتيكل داخله مع بعضيها كويس قوي انتر ديجيتيتد مع بعضيها كده، الناس دول عندهم شعره قويه جدا. الناس دول لو عندهم الخلايا راكبه كده مع بعضيهم مرصوصين صف ورا بعض الشعره دي بتتقطم على طول. يبقى خلايا الكيوتيكل بتاعتك عامله ازاي؟ ليها سبيشال ارينجمنت يمنع ان الشعره تقع، ان هي تتكسر، ان هي تبقى ضعيفه. يبقى مين بقى اللي عنده شعر حلو؟ اللي عنده كيراتين كتير واللي عنده سبيشال ارينجمنت مظبوط للكيوتيكل وعنده اويل كتير كويس مدين النسبه. ده كل ده الشعرايه. بص كده الشعرايه متغلفه بثلاث اغلفه. بس نمسكهم بقى بسرعه. الغلاف الاولاني، الغلاف الاول وده الغلاف الثاني، هخلصهم في دقيقه. والرسمه دي هغيرها عشان محدش يرسم ورايا. الغلاف الاولاني عباره عن 3 layers. احنا اخر layer هنا خلصناها كان اسمها ايه؟ كيوتيكل. يبقى الاولانيه هنا برضو اسمها كيوتيكل. وطبقتين بحرف الاتش. هيكسلي لير وهانلز لير. طبق ثلاث طبقات عاملين غلاف. اسمي الغلاف ده اللي حوالين الشعرايه انر او انترنال روت شيز. يبقى ده اسمه ايه؟ انر روت شيز. اول واحد. يبقى كام طبقه هو؟ كل واحده من دول كل الانترنال روت شيز ده ثلاث طبقات. كيوتيكل هيكسلي لير وهانلز لير. عباره عن ايه الطبقات دول؟ هما كمان خلايا ابيثيليوم. هما كمان ايه؟ خلايا ابيثيليوم. خلايا الابيثيليوم دول فيهم كيراتين، بس نوع الكيراتين في كلهم ايه؟ سوفت كيراتين. جواهم ايه؟ سوفت كيراتين. خلاص؟ نوع الكيراتين اللي فيهم يا جماعه نوع الجرانيولز بتاعت الكيراتين اسمها تريكو هايلاين كيراتين جرانيولز. كيوتيكل هيكسلي لير وهانلز لير. بيقال ان الهانلز لير دي ممكن يكون طبقتين او ثلاثه من الخلايا، والهانلز لير اللي هي الاخيره الهيكسلي لير طبقتين ثلاثه، والهين لير ممكن تبقى طبقه من الخلايا. في كل الاحوال الخلايا دي عباره عن ايه؟ خلايا ايبيثيليوم. اوكي؟ بيقال بقى حاجه غريبه جدا. بصوا كده انا همسح حته من الرسمه عشان تفهموا. الانترنال او الانر روتشيز بيحيط مينلي باللور بارت اوف ذا هير. وكل ما اطلع لفوق عمال يحصل له ايه؟ يختفي تماما. لدرجه بيقول لك ان انا لو جيت قلت لك هنا انا حطيت الانترنال روتشيز احطه في الحته اللي تحت. دي الشعر وعايز احط جنبيها انترنال روتشيز احطه فين؟ جنبيها في الحته اللي تحت بس. كده. طب وكل ما اطلع لفوق عمال يختفي الانترنال روتشيز ده. وفي كتب اخرى قال لك دول بيوصفوه ضمن طبقات الشعر، كان الشعر عباره عن ايه؟ مظله كورتكس وكيوتيكل وهانلز وهيكسلي لير. اوكي؟ اتفقنا؟ كورتكس ايه اللي قبليها؟
الكيوتيكل برضه كونتيننت كلهم هارد كابتن، الكيوتيكل والكورتكس خلاص هارد كابتن. طب لو انا مسكت كده ده اسمه انترنال روتشيز. طب تعالي ناخد الاكسترنال روتشيز عباره عن ايه؟ قال لك بصوا كده بقى يا جماعه، الاكسترنال روتشيز ده انفاجينيشن اوف ذا ايبيدرمس، والايبيدرمس بتاعها عباره عن ايه؟ حته نزلت كده من الايبيدرمس ودخلت لتحمي الشعرايه. هو الايبيدرمس بتاعنا عباره عن ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. يبتدي الستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم بكل طبقاته فوق، وكل ما ننزل لتحت عمال يصغر يرفع. هنا ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم بكل الطبقات بتاعته، وكل ما ننزل لتحت عمال يصغر لدرجه لما نوصل لتحت يبقى عباره عن الجيرمينال لاير بس. بس كده. يبقى انا الاول ابتديت بكل طبقات الجلد نازله تعمل انفاجينيشن وكفرنج للهاب، ولما انزل لتحت ايه اللي بيحصل؟ الطبقات تتلخص في طبقه واحده اللي اسمها الجيرمينال لاير. يبقى انت الشعر بتاعتك كفرد بكام شيت لحد دلوقتي؟ اثنين، انترنال واكسترنال. الانترنال كل ما اطلع لفوق عمال ايه؟ يقل. طب والاكسترنال؟ كل ما انزل لتحت عمال يقل. سبحان الله، كان عندك الانترنال حميلي اغلب الشعرايه من تحت، والاكسترنال حميلي اغلب الشعرايه منين؟ فوق. خلاص؟ وحته في النص جاي فيها ايه؟ الطبقتين مع بعض محميين قوي. اوكي؟ يبقى كده تاني يا جماعه، لو انا عايز اذاكر اللايرز بسرعه كده انا هقصر دي شويه، ده اسمه انترنال روتشيت. لو انت عايز تذاكرهم كده تكتب على الانترنال المعمول من كام طبقه؟ ايه هم؟ كيوتيكل واتش واتش يكسلي لير وهنلز لير، كلهم عباره عن خلايا فيها اي نوع من الكيراتين؟ سوفت كيراتين. الانترنال لو انا فاهمه كل ما اطلع لفوق ايه اللي بيحصل له؟ بيقل. طب والاكسترنال روتشيت هو عباره عن ايه؟ انفاجينيشن اوف ذا ايبيدرمس، كل ما انزل لتحت ايه اللي بيحصل له؟ بيقل، لحد ما يوصل في الاخر يبقى عباره عن ايه؟ جيرمينال لاير. طب بعد كل دول قال لك هنحط لهم مش بس كده، حواليها غلاف كمان من الكونكتيف تيشو، اسمه كونكتيف تيشو شيك. اسمه ايه؟ كونكتيف تيشو شيك. ايه ده؟ يعني انا حطيت الشعره بتاعتي، الشعره بتاعتك دي محميه ازاي؟ ثلاث حاجات. ايه هم؟ انترنال روت شيك، وده اكسترنال روت شيك، وده انا بتكلم على اني جزء من الشعرايه عشان نبقى فاهمين بعض. الجزء من الشعرايه من اول هنا لحد تحت خالص، من اول هنا ده اسمه ايه؟ روت. طب وتحت خالص ده اسمه ايه؟ فولكل. طب اما الجزء من الشعرايه اللي بروجكتنج اباف ذا سيرفيس معمول من ايه؟ ده بس مضله وكورتكس وكيوتيكل. يبقى انت يبقى فين الشعرايه بتاعتي غلاف؟ من اول ما ابتدي ابقى امبادد جوه الديرمس اوف ذا سكين. اصل الكتاب كاتب للاسف ان هي اراوند ايه؟ هير فوليكلز، لكن احنا نبقى فاهمين هل هي اراوند الفوليكل بس؟ امال هي فين؟ تحت الابيدرمس. بس ايه اللي بيحصل؟ كل ما اطلع لفوق الانترنال يقل، وكل ما انزل لتحت الاكسترنال ايه؟ يقل. اوكي؟ اتفقنا؟ نعم؟ نعم؟ ايه ده؟ لا انا لسه ما قلتش الشعرايه بيضاء. اخر حاجه يا جماعه بس عشان خلاص، يعني الروت حواليش، حواليش وحتى في اي رسمه طلعيها الروت حواليش. خلاص بصوا كده يا جماعه، اخر حاجه شايفين الحته المنفوخه دي من الهير؟ معموله من جزء دايليتد اسمها بالم، جزء دايليتد ده بالم. شايفين الحته دي اسمها ديرمال فابيلي، لما كنا بناخدها في الجلد هنا اسميها هير بابيلي. الحته من الكونكتيف تيشو اللي بتعمل قطه كده كنا هنا بنسميها في الجلد ايه؟ ديرما بابيلي. هنا اسميها ايه؟ هير بابيلي. الهير بابيلي دي مليانه بلاند فاسل. اخر سبب ان شعرك يبقى حلو، الناس اللي عندهم البلاند فاسل كويسه قوي في الحته دي والتغذيه، الناس الانيميك شعرهم يبوظ. ليه بقى؟ ولا بيكون لي سخن كيراتين، ولا حرب كيراتين، ولا نيل الكيراتين، وكل الكيراتين ده الخلايا بتعرف تعمل الكلام ده ازاي لو عندها تغذيه كويسه من البلاد فيسلز اللي هنا. كل ما كانت الناس الفاسلز، عشان كده بيقول لك ايه؟ اقعد اعمل في دماغك كده. وعايزك تقعد تعمل في دماغك كده ليه؟ عشان شعرك يقوى. ليه؟ في اي زيوت ولا اي نيل بتعمل كده ليه؟ قال لك لما بتعمل كده السخونه دي بتزود قوي البلاد اللي رايح لفروه الشعر. هو فين البلاد اللي رايح لفروه هنا؟ فروه الراس ايه دي؟ البلاد فيسلز الموجوده في هنا في الحته دي اللي اسمها هير بابيلي. اوكي؟ طب اخر حاجه يا جماعه،
هو الشعر بتاعنا نفسها البلب دي عباره عن ايه؟ مجموعه ابيثيليال سيلز وما بينهم بيجمنت سيلز خلايا مش بيجمنت ميلانوسايت سوري ما بينهم ايه؟ ميلانوسايت انتوا عارفين الميلانوسايت دي هي اللي بتدي الشعر بتاعتنا اللون انا عرفت التغذيه جايه منين؟ من هنا طب وتركيب الشعر خلايا طب مين اللي بيدي اللون بقى؟ في امبادد ما بين الخلايا اللي موجوده هنا في الحته الكوره اللي تحت اوكي بيسموها هير ماتريكس موجود ما بينهم ميلانوسايت الميلانوسايت دي تدينا لون الشعر بتاعنا ليه الناس لما بتعجز لون شعرها بيقلب جراي او ابيض الميلانوسايتس اللي هنا لا مش مفيش بلاد فيسل ده في ناس عندهم 70 سنه وصحتهم احسن مني ومنك بياكلوا تغذيه عاليه جدا وبياكلوا هاي بروتين كونتنت وبياخدوا ادويه وصحتهم زي الفل تعمل لهم بلاد فيكتوري بتاع الهيموجلوبين بتاعهم 12 يعني احسن مننا كلنا مفيش مشكله خالص في التغذيه ملهاش علاقه بالغذاء هيبيض هيبيض ملوش دعوه بالغذاء امال ايه؟ الميلانوسايت بتشيخ تشوف تبقى عجوزه لما توصل لخليه عجوزه ما تعرفش تصنع تايروسينيز انزايم ولما ما تصنعش تايروسينيز ما تصنعش ميلانين بيجمنت يبقى هي علامه من الايه؟ من علامات العجز الميلانوسايت تضعف تمشي في بعض العائلات اكتر ان هي ليها علاقه فعلا ان في ناس عملوا عليها ابحاث وقالوا ان فعلا في عائلات الميلانوسايت دي بتعجز اكتر من الناس طب ليه بس مش ماسكين كمان يعني الميلانوسايت ليه قسمت الشعره بتاعتك اللي في اللي على جنبنا هنا دي ايه؟ ما في ما انت قصدك الشعر اللي على جلدنا ليه ما بي هو كمان ما بيعملش ابيض؟ الميلانوسايت مش عارف ايه ما هي خلاص بتلوزي اه صح بس انت عارفه لو باظت في الجلد بتاعنا وبتحصل في ناس كتير كبار في السن بتقلب بمرض جلدي اللي هو بيتقال عليه البقع بقع ما بيبقاش بقى الجلد ابيض الله يقول لك الله مستنى اعجز بيقلب من ارضي من اسمر لابيض الله دي حاجه تبقى جميله لا الميلانوسايت بتضعف حتت وحتت زي ما في شعرك هو مش كله بيضرب مره واحده ابيض ده بيبقى حتت وحتت برضه في الجلد حتت وحتت الحتت لو ضربت دي اللي هو بيقولوا عليها مرض بتاع بقع كده يا دكتور في ناس صغيرين في السن وشعرهم بيبقى عندهم باظت الميلانوسايت طب الناس اللي عندهم يا جماعه شعرهم اصفر دول جابوه منين؟ بوظوا الميلانوسايت عشان ما كانش كل واحد يقول لك بوظ الميلانوسايت ليه شعر اصفر لا عندهم صبغون ان شاء الله عندهم حاجه اسمها فيو ميلانين غير الميلانين بتاعنا كلنا البني الامور اللي مدينا اللون الامور ده لا هم عندهم ميلانين من نوع تاني مش عند حضراتكم نوع من الميلانين مستورد اسمه فيو ميلانين خلاص عقبال عندكم كده ما تعرفوا فيو ميلانين